اسمه ليالي مصر. ليالي مصر سيف عامله في 12 محافظه. سيف عامله في 12 محافظه بيج كونسرتس في كل محافظه من المحافظات. ولسه احنا برضو في بلانات قويه على السينما والمصري يعني. ده جزء. الجزء الثاني بقى مع الوزير اللي هو موضوع بقى الاستثمار بقى بالانترتينمنت نفسها. صحيح. ده لازم يطلع البلد محتاجه. وده اللي بيفرق بيننا وبين اي ديستنيشن ثاني. السياحه عايزه اجنده ترفيهيه يا فندم. ترفيهيه سينما رياضه كل القصه محتاجه. نشوف بره بيعملوا ايه وناخد احسن ونعمل 100%. السياحه كلها بتقلد بعض يعني. احنا كنا في جنيف وخدنا العلامة التجارية الجمعية للتلي باسم تلي شمبوي. انا لاحظت المنتجات وانا ماشي فقلت ده شغلك هنا ده شغل سواي فريد جدير الشمبوي. ما شاء الله. برودكت يدوي احجار طبيعية. فين بتعملوها؟ فين؟ فين مكانكو؟ ورشتي في حان جعفر اسمها سماحة دغيدي. ده براند من 2004. معانا 30 ست وراجل بننتج بنلف العالم. بس طبعا احنا بنلف العالم اونلي. احنا محتاجين بجد نبقى تحت راية الدولة ونلف العالم بمنتج مصر. تمام. بص حضرتك جود كواليتي اللي منتج عليه اسمي وصنع في مصر. احنا بنتكلم مش في حاجة بيرسونال. انا مش بتكلم في حاجة شخصية. انا بتكلم في حاجة عامة. هي صناعة مصرية يدوية مميزة. ده بطشة خاصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. والحال احنا كنا لازم نكون موجودين في وسط شبابنا وأسرنا اللي موجودة كلها بالكامل بهدف التوعية ورفع الوعي. وكمان يعني اللي وقع في مشكلة الإدمان والمخدرات نقدر ان احنا نعالجه بالمجان وفي سرية تامة. عارف معليك يا فندم احنا عندنا 30 مركز علاجي موزعين على مستوى 19 محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية. بلاتفورم كده عشان لو عربية بعجلة او بتاع تقدر. وكمان لطلاب الجامعات اللي بيجوا رحلة اليوم الواحد وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي بتبعت لنا او بتبعت المهرجان من جامعات مختلفة بقى في المحافظات. في المحافظات تبع وزارة الشباب؟ لا تبع وزارة التعليم العالي. حاجة كويسة جدا للطلبة برضه هم يوم واحد بيرجعوا بدون قيمة أحيانا وبدون قيمة مدعومة من الدولة 100%. فانتاستيك. حلو قوي. رائع الصراحة. بعد بكرة عرض مسرحية السندباد كريم عبد العزيز ونيلي كريم. وعندنا مسرحية وعرضنا مسرحية الشهرة بتاعت الدكتور خالد جلال. في شغل حلو قوي هنا في المسرح بشكل كويس قوي. العالمين يعني السنة دي والسنة اللي فاتت مختلفين. حاجة كويسة الحمد لله يعني. وفي تطوير حتى كبني استثمار او عقار كل شيء ماشي في تطور كويس يعني.
التجهيزات بتاعتها كمان يعني الخلفيات كلها شاشات عشان تقلب المود وتقلب. احنا كنا في مسرحيه ميوزيكال بتاعت خالد جلال. يعني دي شاشات مش ديكور. لا لا في شاشات. احنا كل ده سراوند شاشات بس هو عامل ميكس ما بين الديكور وما بين هنا القطاع الخاص هو اللي نفذ وهو اللي جايب حاجته وهو احنا بنشير معاهم الفاسيلتيز بنشير معاهم الانفراستراكشر يعني كل ده بالشراكه مع القطاع الخاص. نفس الشكل كده ممتد للاخر يعني ممتد مثلا لغايه 250 متر. كل الملاعب مضاءه بالليل يعني كل الملاعب فيه الاكتيفيتيز شغاله بالليل كمان شغاله رائعه فعلا. يعني منطقه بتحايد من صحراء بالظبط لحاجه استثمار وشغل ترفيه كل ما بتكتر الانترتينمنت كل ما بتكتر الرياضه ناس بتيجي. وطبعا المسرح الروماني شغال كل يوم. المسرح الروماني شغال كل يوم وبنعمل فيه برامجنا الكبيره كمان يعني سعاد يونس كله جه هنا عظيم. احنا السنة دي شغالين تقريبا مع 24 شركة قطاع خاص كل سنة يعني احنا بنعمل ان احنا كمان شوية نبقى اوبريترز بس يعني ما نبقاش احنا اللي بنعمل بالظبط. ما فيش في الساحل كله مكان في متنفس بالشكل ده صح وبينتهي بشاطئ مجاني كمان بالظبط كده. تغني وترقص وبتاع تعمل جو يعني بالتعاون مع نبتة بنعمل فيه مسرحيات بنعمل فيه سيشنز للأطفال محتوى كله للأطفال. المدينة التراثية زودنا المسرح الحاجات دي ما كانتش موجودة محتاج أكتر مكان عشان وحتى اللاين اب بتاع المغنيين والبتاع السنة دي يعني تقيل